أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. في سكون العين أدعو في سجودي، والدجى حولي سواد في سوادي، يا رؤوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي، يا سميعا يا مجيبا يا عظيما، اهدني يا خالق السبع الشهاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. للهدى والحق وفقني إلهي. نشكر منظم على ما تقوم به تجاه النازحين من توزيع مواد غذائية، ولكن لا تكفي، النازحين كثير والمخيمات كثيرة ولم تغطي إلا القليل، والمطلوب خيام وبطانيات وملابس للأطفال شتوية وصيفية وغير ذلك، ونقول جزاهم الله خير وشكرا على ما يقوموا به. يمر اليمن بمرحلة شديدة بجميع الجوانب وعلى رأسها الجانب الاقتصادي. نشكر كل من ساند أبناء هذا الوطن في قوته وفي معاشه، نطالبهم بالمزيد والمزيد والمزيد من المساعدة والمعاونة والمساندة لإخوانهم اليمنيين في شتى مجالات الحياة. نشكر المنظمة على ما تقدمه لهؤلاء النازحين المهجرين من الحرب، ونطالب بالمزيد في الجانب الصحي والجانب الاقتصادي، لأن مأرب مليئة بالنازحين والمخيمات الكثيرة في البرد، وأيضا في الجانب الاقتصادي لا يملكون شيئا، ومع ذلك نطالب من هذه المنظمة أن المزيد والمزيد مما يقدمونه، وأسأل الله العظيم أن يكون في ميزان حسناتهم. فعلى توفيقك اليوم اعتمادي، يا إله الكون يا عوني وغوثي، يا ملال الخلق في يوم المعاد. أنا يا ربي أرجو منك عفوا، فاعفو عن ذنبي وحقق لي مراد. جزاهم الله خير وشكرا. وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي.
رب العباد.